ومن روما ينضم إلينا محمد الغزو مراسل الغد. محمد، اجتماع مجلس الشيوخ اليوم للتصويت، ما هي تفاصيله؟ نعم شروق، من المنتظر أن يصوت اليوم مجلس الشيوخ بدعوة من حزب رابطة الشمال والحزب اليميني الآخر الذي لم ينخرط في حكومة ماريو دراغي، وهو إخوان إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني، على طرح الثقة بوزير الصحة إسبيرانسا، ريبورتو إسبيرانسا. سوف يكون هذا طرح الثقة له أسباب عديدة، من أهمها وهو حالة الحظر الذي يوصي بها وزير الصحة ما بعد الساعة 10 مساء من كل يوم، وهو الأمر الذي يرفضه الكثير من الإيطاليين. لذلك يريد هؤلاء أو يريد هذه الأحزاب أن تقتنص المشاعر، هذه المشاعر الشعبية أو المتطلبات الشعبية، من أجل طرح الثقة بهذا الوزير الذي على ما يبدو هو من يقدم التقارير الصحية اللازمة إلى رئاسة الحكومة وإلى المجلس الصحي الأعلى الذي يقرر ما إذا كانت إيطاليا بحاجة إلى حظر صحي من أوقات محددة إلى أوقات محددة أخرى، أو إذا كانت التصنيفات من برتقالية إلى حمراء. إذن هناك حالة غضب من قبل هؤلاء الحزبين، حزب فراتيلي إيطاليا وحزب الليغا أو حزب رابطة الشمال بقيادة ماتيو سالفيني. سوف تقدم هذه الأحزاب اليوم طرحا للثقة بهذا الوزير، ولكن كل القراءات تشير إلى أن هذه المحاولة لن تنجح بسبب أن الأغلبية هي من تصطف مع الوزير، حيث هناك حركة الخمس نجوم وحركة أيضا الحزب الديمقراطي وبعض الأحزاب الأخرى التي دائما هي مع وزير الصحة ودائما تشجع وتدعم وزير الصحة في جميع القرارات التي يذهب إليها. نعم، شكرا محمد الغزو ومراسل غد، كنت معنا من روما.